السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رخصة القيادة. طيب أنواع الرخص إيه؟ أنواع الرخص يا صاحبي، الرخصة الخاصة اللي بتسوق بها السيارة العادية ماشي، ورخصة التاكسي العداد ماشي، مختلفة عن الرخصة العادية، ورخصة النقل التقيل. يبقى عندنا ثلاث أنواع: رخصة السيارة العادية اللي هي سيارتك الخاصة وممكن تسوق بيها أوبر وكريم ماشي، دي الرخصة العادية الخاصة. وبرضو عندك الرخصة بتاعت التاكسي، مختلفة خالص ولها اختبار تاني خالص، ورخصة النقل التقيل. طيب مدة الرخص كام؟ مدة الرخص سنتين يا جماعة، سواء الخاصة بتاعت السيارة الخاصة بتاعتك أو بتاعت التاكسي، لمدة عامين فقط، وتجدد كل سنتين تجدد. ولكن يا صاحبي لازم تخش اشتراك مدرسة، ولكن الرسوم بسيطة جدا يا جماعة، انت واخد بالك؟ يعني رسوم المدرسة حوالي 100 دولار، اقل من 100 دولار، 80 دولار ماشي. والكشف الطبي 4500، يعني حوالي 40 دولار يا صاحبي سعر الكشف الطبي بفلوس للرخصة ماشي. رسوم الرخصة كام بقى؟ تخيل 10 دولار، يعني رسوم الرخصة نفسها لمدة سنتين 10 دولار، سواء رخصة خاصة أو رخصة التاكسي. لكن هو المشكلة في المدرسة، والمدرسة لمدة أسبوعين يا صاحبي، لمدة أسبوعين، بتروح يومين في الأسبوع، يعني كلها 4 أيام بتدرس بقى، بتتعلم على السيارة، حتى لو أنت بتسوق بيرفكت بتتعلم على السيارة، واخد بالك؟ حتى لو أنت بتسوق في بلدك لازم تخش المدرسة، ولكن هي لمدة أسبوعين فقط. بعد الأسبوعين دول المدرسة أصلا بتاخد الأوراق بتاعتك وتروح تقدم في المرور ماشي. بتروح بقى هناك في المرور بتختبر الاختبار السواقة، ولكن المدرسة بتساعدك لأنهم عارفين بعض، أنت واخد بالك؟ في المنطقة اللي أنت بتعيش فيها ماشي يا صاحبي. روح بقى في المرور هناك بيعملوك اختبار تيست ماشي، قيادي وإشارات، ولكن باللغة الأسبانية يا جماعة الاختبار، يعني لازم تكون بتعرف تتكلم اسباني عشان تعرف تنجح في الاختبار ماشي يا صاحبي. مجرد ما تنجح في الاختبار خلاص بتحصل على الرخصة ولمدة عامين. طيب لو انا اختبرت ورسبت، لك عادة يا صاحبي، لك عادة مرة تانية ماشي، سواء اختبار القيادة او اختبار الاشارات لك عادة تانية. ولكن يا جماعة الرخصة مختلفة خالص عن الدول العربية. عندنا في الدول العربية مثلا يقول لك خاصة واولى وتانية وتالتة، وفي السعودية مثلا يقول لك خاصة وعمومي. هنا الوضع مختلف خالص، هنا رخصة الدباب دراجة نارية، يعني دراجة نارية ليها رخصة، لازم تطلع رخصة والخوذة بتاعتك دي أساسي يا جماعة، ممنوع حد يمشي من غير الخوذة ماشي يا صاحبي. ورخصة السيارة الخاصة اللي ممكن تسوق بها عربية الخاصة أو تسوق كريم أو أوبر، ورخصة التاكسي العداد. ولكن المدة سنتين يا جماعة للرخص، معرفش إيه نظام السنتين دي، ولكن في بلادنا اكتر وفي السعوديه اكتر، ولكن هنا لمده سنتين فقط وتجدد ماشي. بعد ما تنتهي تجددها، بس في التجديد مفيش اختبار، في التجديد مفيش اختبار، بس بتروح تدفع الرسوم وتطبع الكارت الجديد وخلاص على كده. ولكن في فحص طبي، يعني في التجديد في فحص طبي بس مفيش اختبار. طيب يا صاحبي ازاي هتشتغل بالرخصه الخاصه في اوبر وكريم؟ في شركات كتير زي اوبر وكريم، شركات اسمها راميس ومعرفش، شركات كتير تشتغل عليها بالرخصه الخاصه بتاعتك يا صاحبي لو عندك عربيه، او في شركات اصلا عندهم عربيات، خدت بالك؟ زي التاكسي كده عندهم عربيات اصلا، تروح تاخد العربيه منهم، ولكن لو اشتغلت بعربيتك افضل لك، يعني الربح بيكون ليك. ولكن انت لو معكش حاجه خالص ومعاك الرخصه، في شركات بيكون عندها عربيات زي عربيات الايجار، بيدوك عربية تشتغل عليها أوبر وكريم، ولكن ربحك بيكون أقل ما تكون السيارة بتاعتك. يعني لو أنت السيارة بتاعتك تشتغل عليها أوبر وكريم، الربح بيكون أكتر من السيارات التانية. طيب يا صاحبي بالنسبة للتاكسي العداد، التاكسي العداد أنت ممكن تمتلك تاكس، لكن لازم يكون معاك إقامة دائمة ماشي، ولكن التاكس غالي جدا يا جماعة، يعني العداد نفسه سعره غالي جدا. عشان تشتري العداد، العربية مش مشكلة، ممكن تجيب أي عربية، خدت بالك؟ ممكن تجيب أي عربية، ولكن العداد ثمنه غالي جدا يا صاحبي. طيب انت ما معكش فلوس تجيب عداد ولا تجيب تاكسي، تاخد تاكسي ايجار يا صاحبي ماشي. شركات التاكسي بالهبل هنا، تاخد لك تاكسي ايجار يومي ماشي باليوم، وتشتغل عليه وربنا بيرزقك.
بتاخدوا ايجار باليوم من الشركه. في شركات متنوعه الايجار بيختلف من شركه لشركه، ولكن السعر قريب من بعضه يا صاحبي. يعني معظم الشركات اللي بتاجر التاكسي سعرها قريب من بعضها. تاخد التاكسي ايجار، تشتغل عليه ويكون مؤمن عليك وعلى العربيه، وفي جهاز داخل التاكسي تواصل بينك وبين الشركه. وبعدين التاكسي بالعداد يا جماعه، مفيش حاجه اسمها اتفاق ولا الكلام دي، لا، مجرد فتح باب العداد يشتغل على طول اوتوماتيك يا صاحبي. ماشي، انا لميت لك الموضوع كله على الرخص، وربنا يوفقكم جميعا، وانتظرونا في الحالات القادمه.